بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ووكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري، نظمت المدارس النموذجية الحديثة حفل تكريم لأوائل الطلاب والطالبات للعام الدراسي 2023-2024 بالتزامن مع احتفالات أعياد الثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر و30 من نوفمبر. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، احتفلت المدارس النموذجية الحديثة بتخريج كوكبة من طلاب والطالبات للعام الدراسي 2023-2024 في الحفل الذي يقيم بتزامن مع احتفالات عيد الثورة سبتمبر واكتوبر والثلاثين من نوفمبر. أكد وكيل المحافظة عبد الله الباكري على أهمية ومكانة التعليم في النهوض بالأوطان وبناء الأجيال المسلحة بالعلم والمعرفة، وأشاد بالجهود المبذولة في هذا المجال. اليوم بحضور تدشين حفل أوائل الطلاب المدرسة النموذجية الحديثة، وهذا التكريم مناسبة عظيمة لأبنائنا المتفوقين وتحديدا للعلم، ويتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والذكرى 61 لثورة 14 أكتوبر الخالدة. العلم هو حجر الزاوية ومن أولويات واهتمامات قيادة السلطة المحلية محافظة مأرب ممثلة بالأخ اللواء سلطان بن علي العرادة عضو المجلس الرئاسي محافظة المحافظة. مدير مدرسة النموذجية الحديثة تحدث عن الاحتفال بعيد الثورة الخالدة في الوجدان، ووضع أهمية تكريم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة. تزامنا مع أعيادنا الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر تقيم مدارس النموذجية الحديثة بمحافظة مأرب حفلها السنوي بمناسبة تكريم نخبة من أبنائها الرائعين والحاصلين على أوائل الجمهورية والمحافظة. الحمد لله حصلت المدرسة على المركز الأول في إقليم سبأ بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الكادر التربوي الرائع والمتألق في المدارس، ونشكر كل من له يد في هذا الحفل وفي هذه الفعالية المباركة. تضمن الحفل عدد من الكلمات والأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية ومسرحية تعبيرية لكوكبة من نجوم الفن نالت استحسان جمهور الحاضرين. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.